السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو ده زي ما واضح من عنوانه بيتكلم على الدوال أو المعادلات الخاصة بالجمل أو الكتابة أو الحروف. ففي حد ممكن يسأل هل في معادلات خاصة بالحروف؟ الشائع إن المعادلات دايما بتكون خاصة بالأرقام، لكن لا، الحقيقة في معادلات خاصة بالحروف وهنتعرض لها في هذا الفيديو. أنا الحقيقة جهزت بعض المعلومات أو بعض البيانات زي ما أنتم شايفين في الجدول اللي موجود قصادنا، وهنطبق عليه بعض المعادلات الخاصة بالكتابة أو بالتكست فانكشنز. لو أنتم تاخدوا بالكم هنا بالنسبة للعمود الأول، في بعض الكتابة موجودة في كل خلية، وكل خلية فيها مشكلة ما في الكتابة دي. فمثلا هنا في الخلية دي في سبيسز أو في مسافات فاضية قبل الـ ABC، في مسافة على اليسار هنا. هنا في مسافات بين الحرفين، الثلاث حروف دول والحرفين الأخرانيين. هنا في مسافات برضو هنا زي ما انتم شايفين بين الخمس حروف دول والحرفين الأخرانيين. هنا في مسافات في الأول زي spaces يعني. فإزاي ممكن إن أنا أضيع المسافات اللي هي زيادة اللي أنا عايز اكتبها بالصوره دي؟ لو انا عايز اكتب العمود الاول بالصوره اللي في العمود الثاني، زي ما انتم شايفين هنا لغيت المسافات اللي هي موجوده في بدايه الكتابه، هنا لغيت المسافات المتوسطه، هنا لغيت المسافات اللي في البدايه. فسهل قوي ان انا اطبق القصه دي، ان انا بستخدم امر اسمه تريم. ازاي بعمله؟ بقول يساوي واكتب تريم، فبيطلع لي على طول ايه الامر اللي هو تريم ده، و بيقول لي اختار التكست، فبختار الخليه اللي انا عايز اعمل فيها تريم وادوس انتر، فهو ضيع لي على طول السبيسز اللي موجوده هنا زي ما انتم شايفين اللي في الاول اللي قبل اي بي سي. طب اكرر الباقي ازاي على باقي الخلايا؟ يا اما ان انا اعمل بريس ودراج، او ان انا اعمل دبل كليك مباشره على المربع الغامق ده، فبيبتدي يحقق لي نفس الوظيفه اللي فوق بيكررها لي في جميع الوظائف اللي تحت. ده تريم. يبقى تريم فائدته بيتخلص من المسافات التي ليس لها لزوم في التكست بتاعي. طيب العمود الثاني ده في زي ما انتم شايفين كتب الحروف، الحرف الاول هو الكابيتال ليتر والباقي كله سمول ليتر. زي ما انتم تاخدوا بالكم هنا شايفين كان كل ده كابيتال اتحول ليه الاول بس كابيتال والباقي سمول. هنا كان كله سمول خد الاول كابيتال، هنا كله سمول الاول بس كابيتال، هنا كان كله كابيتال او بس كابيتال والباقي سمول. فدي اسمها البروبر فورم، اللي هي بيكون الكلمة أول حرف بس فيها بيكتب كابيتال والباقي سمول. طب إزاي بطبق القصة دي؟ خلينا نلغي اللي موجود هنا الأول ونشوف إزاي نطبق هذا الموضوع. هقول يساوي برضو كالعادة، وبعدين أكتب إيه بروبر، طلعت لي الإيه الدالة كده. أختار إيه؟ بيقول لي اختار السيل أو التكست اللي أنت عايز تعمل لها القصة دي، فبختار الخلية دي وأدوس إنتر، فهو حولها لي اوتوماتيك زي ما انتم شايفين الحرف الاول كابيتال والباقي سمول. بقف على المربع الغامق ده واعمل دبل كليك، فبيحقق لي القصه على ايه؟ نفس المنوال على باقي الايه؟ باقي الخلايا. طيب لو انا عايز اعمل كل الكتابه احولها الى ابر كيس، يعني تبقى كل الليترز كابيتال ليترز، ازاي تبقى زي اللي موجود عندنا في العمود الرابع ده؟ ازاي بحقق القصه دي؟ خلينا برضو نلغي الكلام ده ونقول له هنا ايه ابر كيس، يبقى اقول له ايكوال ابر زي ما انتم شايفين، ادوس عليها ويقول لي اختار الخليه اللي عايز تخليها ابر كيس، اخترتها ادوس انتر فحولها لي كلها الى ابر كيس. احول باقي الخلايا ازاي؟ خلاص كلنا نعرف بدبل كليك على المربع الغامق فتحولت كلها الى ابر كيس. بالمثل لو انا عايز احول الى لور كيس اعمل ايه؟ طبعا المفروض انكم عرفتوا دلوقتي، ادوس ايه يساوي واكتب لور، ها وبعدين القوس هيقول لي ايه هي التكست اللي انت عايز تحولها لور كيس، اختارها ادوس انتر حولها لي، اقف على المربع الغامق وادوس دبل كليك يبتدي يديني نفس القصه في باقي الخلايا. كده عرفنا ايه ازاي ممكن اتعامل مع الايه تكست فورمولا. في بعض الحاجات التانيه برضو مفيده خاصه بالتكست فورمولا. زي ما انتم شايفين لو انا عندي اي نوع من الكتابه وعايز اختار حروف معينه منها، مثلا عايز اختار الحرف الاخير على اليمين زي هنا اللي هو التي مثلا،
أو أختار آخر 3 حروف على اليمين، اليمين آخر 3 حروف، أو أختار الليفت حرف الإي مثلا على الليفت، أو أختار آخر 3 حروف على الليفت، أو أختار من الميدل. فكل ده ممكن احنا نطبقه باستخدام هذه المعادلات. ازاي مثلا اختار اخر حرف على اليمين؟ هقول يساوي ايه؟ رايت. فبيقول لي ايه؟ ادي الرايت، وادوس الايه؟ فبيقول لي ايه هي التكست اللي انت عايز تختار منها الحرف رايت؟ اختار الخليه اللي فيها التكست، وبعدين اعمل ايه؟ اعمل كومه، وبعد كده بيقول لي ايه؟ النمبر بتاع الكاركترز كام حرف عايزهم من اليمين؟ فهقول له 3 مثلا، او لو انا سيبتها فاضي كده هيجيب لي اخر حرف بس اللي هو التي. خلينا نطبق عدد الحروف في المره الثانيه دي. هقول له يساوي رايت، وبعدين افتح القوس. هيقول لي اختار التكست اللي انت عايز تطبق عليها، اختار الخليه، اسي اعمل الكومه الفاصل، ويقول لي عايز كام حرف من اليمين. اقول له هات 3 حروف مثلا، يبقى ادوس 3 وادوس انتر، فهو جاب لي اخر 3 حروف من اليمين اللي هو ايه؟ الاي ان تي زي ما انتم شايفين. نفس القصه ممكن اطبقها على اليسار. هقول له يساوي ليفت، افتح قوس، هيقول لي ايه هي التكست اللي انت عايز تجيب منها، ادوس على الخليه اللي فيها التكست. لو انا وقفت بس كده ودوست انتر هيجيب لي اول حرف بس. طيب لو قررت القصه وعايز اجيب مجموعه من الحروف من اليسار، فهيقول لي هات التكست، اختار التكست، عايز كام حرف؟ يبقى لازم اسيب ايه اول كاما، واقول له عايز مثلا 5 حروف من على اليسار، وادوس انتر، فجاب لي ال5 حروف الاولانيين من على اليسار زي ما انتم شايفين. طب الميد برضو نفس الكلام، لو انا عايز اجيب حاجات من حروف من ميدل من المتوسط، فكتبت الميد يساوي ميد، وهات التكست اللي عايز تجيب منها انفايرمنت. عايز ستارت، تبدا منين؟ رقم الحرف اللي تبدأ منه، مثلا أقول له هنبدأ من 2 4 5 6 اللي هو الأو مثلا، فنقول له رقم 6. وبعدين بيقول لي هات النمبر أوف كاركترز، عايز كام حرف؟ أقول له هات 2 مثلا، وأدوس إنتر، فهو جاب لي أهو من بداية الرقم رقم 6 وحرفين اللي هو الأو والإن. كونكاتينيت ده يمكن شرحناه قبل كده في فيديو آخر، ومفيش مانع إن إحنا نعيده، إن هو بيجمع التكست سواء كانت ارقام او حروف في مجموعه من الخلايا بيجمعها في خليه واحده. فخلينا نشوف ازاي ممكن يطبقها. هنقول يساوي كونكاتينيت، كونكاتينيت، وبعدين افتح القوس، فيسالني يقول لي هات التكست نمبر 1، ايه هي التكست اللي انت عايز تحطها في الاول؟ اقول له هات مثلا دي، وبعدين ايه كوما، والتكست رقم 2 ايه هي مثلا؟ اقول لها دي، وكوما، والتكست رقم 3 ايه هي مثلا؟ اقول لها دي، تمام. وبعدين اقفل القوس وادوس انتر، فجاب لي ايه التكست اللي كانت في الخليه دي كلها، حطها مع بعض في خليه واحده. طب لو انا عايز احط مسافات بين التكست دي، فازاي اعدل القصه دي؟ ده انا هروح على المعادله زي ما انتم شايفين، واحط كوتيشنز بين كل خليه وخليه، احط كوتيشن وبعدين سبيس وبعدين كوتيشن وبعدين كاما، تمام. وبعدين احط هنا كوتيشن سبيس كوتيشن وبعدين فاصل، وادوس انتر، فاشوف هنا ايه زي ما انتم شايفين ساب لي مسافات بين كل خليه وايه والخليه الثانيه. فايند برضو من الاوامر اللي هي بيبتدي يدور على حرف معين، ويقول لي الحرف ده رقمه كذا في التكست دي. ازاي نطبقه؟ اقول يساوي find وافتح القوس، هيقول لي find ايه؟ find text، اي التكست اللي انت عايز تلاقيها. فانا عايز مثلا ادور على حرف الايه؟ ال V، فاقول له هات حرف ال V بين quotations، عشان ده ايه؟ text، عشان كتابه ما ينفعش احطها على طول، لو رقم ممكن احطه على طول. وانا ادوس الكاما او الفاصل، within text هيدور في اي text في ال environment، يبقى اختار له الخليه اللي هو ايه؟ هيدور فيها. وبعدين ايه؟ اقول له اوكي، اقفل القوس واقول له اوكي، فهو جابها لي الفي رقم كام؟ الحرف رقم 3 زي ما انتم شايفين. طيب ريبليس ده بيعمل ايه؟ ريبليس اللي هو بيشيل حروف معينه ويستبدلها بحروف اخرى. خلينا نشوف كده ازاي ممكن يطبقه. لو انا قلت له هنا يساوي
replace وفتح القوس. هات الاولد تكست، انت عايز تستبدل ايه بالظبط؟ عايز استبدل مثلا الفي والاي والار، يبقى دول حروف، يبقى اكتبهم ايه؟ اكتبهم بين كوتيشن في والاي والار، تمام. وبعدين اعمل الفاصل، ستارت نمبر اللي هو هيبدا منين؟ من رقم كام؟ رقم 1. وبعدين النمبر اوف كاركتر، الحرف رقم كام؟ احنا قلنا اللي هو رقم 3. نمبر اوف كاركتر اللي هيستبدلها قد ايه؟ 3 حروف. والنيو تكست هيحط منها ايه؟ هحط مثلا الايه، الاكس. وبعد كده اقفل وادوس انتر. فهو قال لي ايه؟ نيم. يبقى في مشكله في الايه، في غلطنا في حاجه، فخلينا نراجعها مره تانيه. هنقول ريبليس الاول تكست، نشيل الفي، تمام. وبعدين الستارت حطينا الفاصل، الستارت نمبر اللي هي رقم كام؟ رقم 3. وبعدين النمبر اوف كاركترز نشيل مثلا الفي بس، يبقى 1. وبعدين النيو تكست اللي هو الاكس، ما حطيناش هنا كوتيشنز، يبقى نحط ايه؟ كوتيشن عشان يفهمها انها تكست. وبعدين ادوس انتر، فهو ايه زي ما انتم شايفين بدل لي الايه الفي وحط لها اكس زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. دي الحقيقه ملخص للمعادلات اللي احنا ممكن نعمل، نستطيع اجراءها على الكتابه او على الحروف داخل ايه اكسل. اتمنى تكون المعلومه وصلت لكم، ونلتقي ان شاء الله في مرات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.